ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. تحياتي لك دكتور عبد السند. أهلا وسهلا. بداية دكتور، كيف ترى قرارات لجنة العفو الرئاسي بدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم أو عودة البعض لأعمالهم؟ والله أنا أرى الحقيقة أن هذا الإعلان صحيح. لجنة العفو الرئاسي هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف الإفراج عن المقيدة أو المحبوسين أو المسجونين، ولكن هذا القرار يؤكد أن المسألة وهذا الاختصاص يتجاوز عملية الإفراج بأنها طلبات المفرج عنهم لحل مشكلات عودتهم للعمل وإعادة دمجهم والتشغيل ورفع قيود القيود المفروضة على بالنسبة للسفر والإفراج عن الأموال المتحفظ عليها. ده كله الحقيقة يعني هو نتيجة من نتائج الحوار الوطني ومؤشر لرعاية الدولة إنها وأحد فعاليات الحوار الوطني، وكان أحد أهم موضوعات في الحوار الحقيقة هو العفو، ولكن مش العفو فقط. هنا الحقيقة رد على المزايدين والمشككين، المسألة مش خروج ناس من السجن أو من محبسهم، لا ده احنا بنعيد نرجعهم مرة أخرى. طبعا ده تقدم نوعي الحقيقة يتجاوز فكرة إن الخروج والإفراج فقط، لا إن فيما بعد المشكلة الحقيقية للمحبوسين. طب هو محبوس وبياكل وبيشرب، المشكلة لما يرجع للمجتمع فلوسه، عايز يسافر، عودته للعمل، نظرة المجتمع له مرة أخرى. الشيء الحقيقة يعني ده أحد يعني الفعاليات وتؤكد حقوق الإنسان وحقوق المحبوس حتى لما يخرج، واجب الدولة في رعايته ومتابعة ذلك. بالتأكيد. فنحن نسمن هذا الإعلان. دكتور عبد السند، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تحول دون عودة كل المفرج عنهم إلى أعمالهم مرة أخرى. هل تعد هذه فرصة جديدة للمفرج عنهم بالاندماج مرة أخرى في المجتمع من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، لأن لما يكون رئيس الدولة وهو مسموع الكلمة ويعطي هذا التوجيه، إذا رفع الحرج والقلق، لأن ممكن في ظروف أمنية معينة حتى لو صاحب العمل عايز يرجع يقول لك لا أنا إيه، أنا عادي، ده راجل الدولة حبسته. لكن إذا كانت الدولة بتشجع على كده، فالحقيقة هذا التشجيع ولما يصدر من رئيس الدولة بيزيل كثير من العقبات اللي تقف أمام عودة المفرج عنهم. يعني برأيك دكتور عبد السند، هل هذا القرار من الموجه تحديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل المجتمع المصري، من الممكن أن يغير وجهة نظر المجتمع إلى المعفو عنهم من داخل السجن؟ ده صحيح، ده حتى يعني ده يعكس التسامح، والحوار قايم على التسامح على تسامح الدولة وعفوها ولم الشمل، كل المعاني الطيبة دي، واحنا كلنا نسيج واحد ومجتمع، حتى اللي غلط بل الدوله فاتحه ايديها وتقول له ارجع وبتديها له الضمانات، الحقيقه خطوه ايجابيه جدا. نعم. الا ترى ان قرارات لجنه العفو الرئاسي تعتبر مد الثقه بين اطراف العمليه السياسيه وبدء مرحله جديده للتنميه ايضا؟ اكيد لجنه العفو الرئاسيه هي جهاز مهم جدا او مجموعه مهمه جدا بتفعل أهداف الحوار، وفي نفس الوقت بتمهد أيضا للسلام الاجتماعي اللي احنا محتاجينه في الجمهورية الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، شكرا جزيلا لك.